الله سبحانه وتعالى. لدلالة الألفاظ القرآنية دلالة معظمها ظن. معظمها ظني ليه؟ عشان تحتمل الأخذ والرد في الاختلاف. ومع سعة الاختلاف يحدث المرونة في التطبيق. تخيل معايا لو القرآن 6236 آية محصورة، لا تقبل الزيادة ولا النقصان. لو ان 6236 آية دلالتها قاطعة واضحة لا اختلاف فيها، ضغط الدنيا على الناس، لان الاحكام لا تحتمل. قل مثال مثلا فصيام ثلاثة ايام تحتمل ايه؟ ثلاثة فقط. فمن لم يستطع فاطعمه 60 مسكينة، تحتمل كام؟ 60 مسكينة، ملهاش احتمال تاني. تمام؟ طب خد كده، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير الرقبة، تحتمل ايه؟ ذكر ولا انثى؟ جميلة ولا قبيحة؟ مريضة ولا صحيحة؟ مؤمنة ولا كافرة؟ كل دي احتمالات واردة، كلها احتمالات واردة. تفتح باب رحمة بقى، من ابتلي بهذا البلاء عنده رقبة صغيرة، عبد صغير ينفع. طب لا، ده عبد قبيح ينفع، ده عنده أمة كافرة ينفع، ده عنده أنثى ينفع، ده عنده ذكر ينفع. احتمالات. الاحتمالات دي بتجعل الدلالة ظنية، ولذلك القطع ما تطرق إليه احتمال، الظن ما تطرق إليه إيه؟ فالكلام هنا ليس عن الدلالة القطعية، لأن ثلاثة هي ثلاثة، في كل 40 شاة شاة تحتمل إيه؟ ما تحتملش 41 35 ولا تحتمل شاتين. فاللي عنده 40 هي شاة، واللي عنده 38 لا شيء، 39 لا شيء، هم 40 ماشي؟ كل 40 شاة شاة، خلاص الأعداد حاكمة، بيقولوا على ألفاظ خاصة. القضية دي تتكلم فين بقى؟ هل الدلالة القطعية دي الدلالة هي خلاص خلصنا منها، الدلالة الظنية دي تنقلب إلى قطع؟ الدلالة القطعية الظنية تنقلب إلى قطع، إيه اللي يقويها ويخليها قطعية؟ الدلالة دي إيه اللي يقويها؟ رأي الأحوال. هو بيقول هنا بقى إيه؟ يقول لك والأصح، لو وصلنا دلوقتي على محل المسألة فين؟ في الأدلة المنقولة من القرآن والسنة وهي ظنية الدلالة، هل تكون قطعية تتحول إلى قطعية؟ يقول والأصح أن الأدلة النقلية قد تفيد اليقين. إمتى بقى؟ إن كانت بذاتها بألفاظ خاصة، دي مش محل الكلام، ده هنا بانضمام غيرها يأتي شيء معاها قوية فتفيد اليقين. الشيء ده زي إيه؟ من تواتر ومشاهدة. المشاهدة اللي هي أحد أدوات اللي هي الحاسة بتاعت السمع دي، أنت لما تشوفه بيعمل هتشك في إيه؟ أنت رأيت النبي بيفعل ذلك، من أين يأتي الشك؟ ما فيش شك. فلما أنا أشوفك بتفعل ذلك، من أين يأتي الشك؟ طب أنا وأنت وهما شاهدنا، فصار جمع شاهد، انضم التواتر مع المشاهدة، خلى الدلالة اللي هتستفيدها من الآية أو من الحديث قوية يقينية. بيديني مثال بقى يوضح الفكرة دي، يقول كما في أدلة وجوب الصلاة. الأدلة على وجوب الصلاة مش كيفية الصلاة، أدلة على الوجوب نفسها اللي هي الآيات والأحاديث اللي أفادت الأدلة دي، لما تيجي تفسرها هتحتمل احتمالات. فالصحابة عملوا إيه بقى؟ علموا معانيها المرادة، معنى الآية معنى الحديث، علموا معانيها المرادة بالقرائن المشاهدة. شافوا النبي، شافوا آبائهم، شافوا كبار الصحابة، شافوا تعليم النبي للمسيء صلاته، شافوا النبي في المدينة وفي مكة وفي أسفاره، شافوا أدلة مشاهدة قرائن قوت معنى القطع بالوجوب عندهم. هذه الأدلة اللي هم شافوها حكوها لنا، نقلوها، احنا ما شفناهاش، احنا ما شفناش النبي صلى، بس احنا علمنا كيفية صلاة النبي ازاي؟ من خلال روايتهم هم شاهدوا ونقلوا. فلما جاء النقل إلينا متواترا بما شاهدوه حصل لنا يقين إن قوة النقل ده مع المشاهدة اللي شافوها خلت المعنى اللي في الآية دي بالنسبة لي قوي، لأنهم فسروه كما رأوا، ولما فسروه كما رأوا نقل إلي متواترا أفاد عندي يقينا. قال كما في أدلة وجوب الصلاة فإن الصحابة علموا معانيها المرادة بالقرائن المشاهدة، ونحن علمناها
بواسطة نقل القرائن إلينا، قالوا لنا احنا شفنا الرسول مسح على الخفين، وشفنا الرسول مسح على العمامة، وشفنا الرسول عمل كذا، هم نقلوا إلينا. لما نقل إلينا قوي إلي قوي عندنا يقين. نعم. في سؤالين. سؤالين؟ قول. السؤال الأولاني بالنسبة للتواتر والمشاهدة. أصلا من شروط التواتر وجود المشاهدة، يعني لا يجوز أصلا التواتر يسمى تواتر إلا بالمشاهدة. أحد شروط المخبرين أن يكون يخبرون عن الحس. عن الحس. لذلك وجود المشاهدة هنا يعني مع التواتر كأن فيه. لا. التواتر هنا ده نقل ماشي، والنقل ده مبني على السمع او المشاهده. اول من شاهد من؟ الصحابه. الصحابه هنا رؤيه فرديه، وانا هشوف انا كتابعي شفتش النبي، انا شفت الصحابه، الصحابي ده شاف النبي، واحنا كتابعين شفنا الصحابه، وتابع التابعين شافوا التابعين، وهكذا. هو نقل مبني على مشاهده. يعني الأعداد تفيد النصية. الأعداد الخاصة في دلالتها. الأعداد الخاصة في دلالتها. الأعداد خاصة في الدلالة لا تحتمل الاحتمال. نعم. وهذه مسألة يعني متفرعة عن في فقه الإمام الشافعي، مسألة في جلد الزاني مثلا 100 جلدة. فالحكم هنا أنه يجوز للحاكم أن يقلل عن 100 مع أن النص 100، ولكن يجوز للحاكم التقليل ولكن لا يجوز له الزيادة. وكذلك مثلا غسل ال منين جبت الجواز بالتقليل؟ لا معذور. ذكرت هذه المسألة في جمع الجواب للمسلم. لو كان مظبوط هتأتي معنا. لكن معروف إن الزيادة منهي عنها، والأعداد خاصة في عدم التقليل، والزيادة منهي عنها لأنها يترتب عليها الضمان. لكن التقليل مبني على إيه؟ مبني على يعني هو اجتهادا كتب هكذا ان الله سبحانه وتعالى المقصود من وضع المئة الردع، فوضع المئة زيادة اكثر شيء. مش كلام غير مسبب. كلام غير مسبب. ان كان سيأتي سنبحث وقتها. لكن انا المعلومة المستقرة عندي ان الاعداد خاصة في دلالتها ودلالتها مقصودة لا تقبل الزيادة ولا النقصان. العدد له علة. العدد له علة. فلما تعرف ان العلة متحققة خلاص هتكتفي بالسبعة. وإن لم تكن متحققة هتزيد عليها. زي مثلا ما بيقولوا ان غسل اعضاء الوضوء بثلاثة. السنة فيها ثلاثة. والاقصار منه مكروه. الاقصار على ثلاثة مكروه. ومتى تجوز الزيادة؟ لم يحصل نقاء بالعضو الا بالزيادة. لان الهدف من الثلاثة تحقيق النقاء. فإن لم يتحقق الا بالزيادة، واحد كان عليه وساخة كثيرة، يبقى بيزيد من اجل تحقيق هذه العلة. والانقاص مع الاباحه لكن مخالف للسنه. مخالف للسنه اولى ثلاثه. ابو هريره في الروايه في الحديث ده بتاع الثلاثه هو خالف الروايه. فبقى عندنا اشكاليه في الاقلام. هل هنعمل بالنص ولا بعمل الصحابه بعمل الراوي؟ دي مساله خلافيه هتاتي معانا ان شاء الله. طيب. الشيخ في المساله التي معنا عرض رايه وصحح أن الأدلة النقلية قد تفيد اليقين من ضمام غيرها من تواطن ومشاهدة إليها، وادانا مثال على ذلك بأدلة وجوب الصلاة. قال إن الصحابة علموا معانيها المرادة بالقراءة للمشاهدة، ونحن ومتبعونا ومن بعدهم علمناها هذه الأدلة والقراءة بتاعت بواسطة نقل القرائن إلينا تواترا. ده الرأي الأصح الذي صححه الشيخ. الرأي الثاني اللي هو مقابل الأصح، وقيل تفيده مطلقا، أي أنها مفيدة لليقين والدلالة يقينية في الجميع.
وعزي للحشوية أو الحشوية، وقيل لا تفيده مطلقا، يعني هي لا تفيد اليقين أصلا وإنما تفيد الظن لانتفاء العلم المراد منها. قلنا يعلم بما ذكر آنفا، كان الشيخ بيرد على القول بأن الأدلة لا تفيد يقين، هو الذي يقول لا تفيد اليقين يقول لك أصلا لا يحصل منها علم. أنا عندي الأدلة المنقولة تواترا يحصل للسامع منها العلم، ده علامة التواتر. الأدلة التي لا تنقل تواترا اللي هي ليست يقينية تفيد ظنا لا علما. فبيقول الرأي الثالث يقول هي لا تفيد اليقين لأنه لا يحصل لنا علم. فالشيخ بيرد عليه يقول لا، قد يحصل العلم إذا نقلت إلينا القرائن التي فهمها الصحابة وحملوا بها الدلالة. فلما تنقل إلينا القرائن هيحصل لنا علم بمدلولها. قلنا يعلم أن يحصل لنا علم بما ذكر آنفا. إلى هنا انتهت المسائل المبنية على المبحث الأول هو مبحث القرآن الكريم. نعم. نعم. لا مش كده، بنقول نتكلم على ايه؟ ان الدليل اي دليل نصي له نظرتان، نظر من حيث النقل ونظر من حيث المعنى المستفاد من النقل. هو الان لا يتكلم عن النقل، بيتكلم عن المعنى المستفاد من النقل من النص اللي هي الدلاله بتاعته. الدلاله دي ان كانت يقينيه قطعيا ما بيتكلمش فيها، ان كانت ظنيه تفيد الظن للسامع. طب كيف يقوى هذا الظن ويصل لمرتبة اليقين بحيث يفيد العلم؟ قال قد يحصل ذلك بانضمام أشياء إليها، إلى الدلالة نفسها، قرائن خارجية تقوي هذا المعنى. فلو حصل لنا مثلا إن وأقيم الصلاة أمر مجرد عن أي قرينة تصرفه عن دلالته ويعمل على معناه الحقيقة هو الوجوب، وإذا وضع أقيم بجوار الصلاة أفادت وجوب الصلاة، دي دلالة، ده استدلال ليك، ده معنى انت استفدته من النص. هذه الدلالة تفيد وجوب الصلاة قطعا ولا ظنا؟ طب لو قلنا انها ظنا، لان في رأي تاني يقول ان الامر اذا تجرد عن القرينة افاد الندب، في رأي تاني قال الاباحة، في رأي قال الاشتراك اللفظي. معنى اختلاف في الدلالة يبقى في اختلاف في الحكم لا يستفاد منه. طب انا قوي عندي المعنى المستفاد هو الظن وجوب الصلاة، وده معنى مبني على ظن رأي بالنسبة لنا. طب أدلة وجوب الصلاة بما قويت وصلت إلى مرتبة اليقين حتى صرنا نقول إن الصلاة واجبة وهي ركن من أركان الإسلام ومن أنكر فهو كافر. الدلالة دي قوية بإيه بقى؟ بالقرائن التي شاهدها الصحابة، بالأفعال الصحابة. الصحابة عملوا إيه؟ يقول لك علم الصحابة معاني هذه الأدلة بالمشاهدة لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فرأوا من أفعاله، رأوا من أقواله، رأوا من تفسيراته، رأوا من إرشاداته ما قوى عندهم حمل هذه الدلالة على القطع، وما رأوه نقلوه. ورأوه التابعين ما شافوش الصحابة، الرسول ده نقلوا ما رأوه وسمعوه عن الصحابة، وهكذا وهكذا إلينا. فنقل إلينا تواترا كيفية الصلاة، نقل إلينا تواترا أمر النبي للمصلي صلاته، نقل إليه هذا النقل المبني على المشاهدة من الصحابة هو الذي قوى عندنا اليقين بالمعاني المستفادة من هذه الأدلة. وبيقول في دي أن هذه الأدلة قد تفيد اليقين إذا انضم إليها القرائن، يعني كأن القرائن تقوي الدلالة وتصل بها من الظن إلى اليقين. طيب بدي يبقى الشيخ أنهى معنا الحديث عن مسائل الكتاب، هيبدأ الحديث عن مباحث الألفاظ أو مباحث الأقوال، وهذه مباحث مشتركة ما بين القرآن وما بين السنة. وأول مبحث يتكلم عنه الشيخ مبحث المنطوق والمفهوم. فقال الشيخ فيه المنطوق والمفهوم، أي هذا مبحثهما. المنطوق عند بتعريفه فقال المنطوق، أي المنطوق ما، أي معنى دل عليه اللفظ في محل النطق. ما هو المنطوق؟
هو المعنى الذي دل عليه اللفظ في محل النطق. فبقى كأنه بيتكلم عن دلالة المنطوق مش المنطوق نفسه. المنطوق يعني الألفاظ الذي نطق بها. ولا يتكلم عن الألفاظ ويتكلم عن دلالة هذه الألفاظ. المعنى المستفاد من المحل الذي نطق الشارع ايه به. فيقول المنطوق ما أي معنى دل عليه اللفظ في محل النطق. طب ما دل عليه اللفظ في محل النطق قد يكون حكما قد يكون غير حكم. فبين ذلك فقال حكما كان كتحريم التأفيف للوالدين. وانا عرفت التحريم منين؟ اين التحريم؟ قال بقوله تعالى فلا تقل لهما اف. لما ننقل الايه ديت فلا تقل لهما اف هذه منطوق، هذه الفاظ نطق الشارع بها في هذا المحل اللي هو التأفيف. هذا اللفظ في هذا المحل ماذا أفاد؟ فلا تقل نهي. والنهي عند تجرده عن القرينة يصرف إلى معناه الحقيقي هو التحريم. يبقى فلا تقل تحريم للتأفيف. يبقى أنا استفدت إيه؟ من محل النطق حكما وهو تحريم التأفيف. يبقى هنا ما بيعرفش المنطوق كلفظ، بيعرفه كدلالة. فبيقول المنطوق كدلالة يعني هو المعنى الذي دل عليه اللفظ في محل النطق، سواء كان هذا المعنى حكما وداني مثال له كتحريم التأفيف للوالدين بقوله تعالى فلا تقل لهما اف، او غير حكم. يعني ايه غير حكم؟ يعني ممكن يبقى المعنى ده انت استفدت ذات اخبار بشيء مش حكم شرع. يعني بيقول لك او غير حكم كزيد، كلفظ زيد يعني، او شخص زيد او ذات زيد في نحو جاء زيد. لما اسمع لك ايه؟ الدكتور عبد السلام حضر اليوم. انا استفدت ايه؟ مش الحكم بحضور الدكتور، الحكم بان من حضر هو عبد السلام فقط. وليس دكتور اخر، وليس شيخا اخر. فنحو جاء زيد، ما المستفاد هنا؟ المستفاد ان زيدا كزاد هو الذي حضر. زيد هو الذي حضر، وليس شخصا اخر. فالمعنى الذي استفدته اما ان يكون حكما كتحريم التأفيف، واما ان يكون غير حكم كاخبار بحضور ايه؟ زيد. بخلاف المفهوم، هو كان بيتكلم عن المنطوق، طب والمفهوم؟ قال بخلاف المفهوم فإن دلالة اللفظ عليه في محل السكوت لا في محل النطق كما سيأتي. كأنه بيقول ايه؟ احنا عندنا نوعين بننظر اليهم. الموضع الذي هو محل النطق ده نسمي المعنى المأخوذ منه دلالة منطوق. في موضع تاني سكت الشارع عنه، يبقى ده مسكوت عنه. المسكوت عنه ده لو انا استفدت من هذا المنطوق حكما له يبقى اسمه دلالة مفهوم. تعال نشوف كده كمثال توضيحي سريع. لما يقول لي ربنا سبحانه وتعالى فلا تقل لهما اف، ما هي القضية التي تعرض لها الشارع في هذه الآية؟ الإساءة للوالدين لفظا، اللي هو كلمة اف. القضية دي اسمها محل النطق. الإساءة اللفظية للوالدين ده محل نطق الشارع. ما المعنى الذي استفدناه من الآية؟ تحريم التأفيف للوالدين. طيب ده المحل الذي نطق الشارع فيه بهذا الحكم. طب ما هو سكت الشارع عن محل آخر، تحريم اللي هو الإيذاء للوالدين بالفعل، مش بالقول، بالفعل، الضرب، القتل، الجرح، الدفع، أيا كان نوع الإيذاء، الإيذاء الفعلية. هل تحدث الشارع عنها؟ سكت. يبقى تحدث في محل النطق عن الإساءة اللفظية وسكت عن الإساءة العملية. تمام؟ طيب هل الإساءة العملية أستطيع أن أفهم لها حكما من هذا الموضع الذي نطق الشارع به؟ قد أفهم لها حكما يوافق أو حكما يخالف. إما أن يكون حكما موافقا وإما أن يكون حكما مخالفا. هنا لما أجي أبص لماذا حرم الشارع التأفيف للوالدين؟ لأن فيه إيذاء لمشاعر الوالدين، فيه إهانة وإنكار للجميل. أنا فهم دي كويس جدا. طيب هل من حرم إيذاء الوالدين لفظا سيبيح لك أن تؤذيهما عملا؟
انك تضربهم، انك تقتلها، انك تدفعها، انك تغلق الباب دونها. من حرم التأفيف إيذاء سيحرم الضربة، سيحرم الشبة القردة، سيحرم القط. يبقى أنا أستطيع أن أقول إن ما سكت الشارع عنه له حكم يوافق حكم ما نطق الشارع به، يسموها دلالة مفهوم موافقة. سكت الشارع عنه لكن استفدنا من المنطوق حكما له. عشان نخلص من القضية دي بيقول إيه؟ إن كان المعنى الذي استفدته مما نطق الشارع به سميناها دلالة منطوق، إن كان المعنى الذي استفدته في محل سكت الشارع عنه نسميها دلالة إيه؟ مفهوم. فلو أنا سألتك الآن تحريم التأفيف منطوق ولا مفهوم؟ منطوق. وتحريم الضرب مفهوم. منطوق لأنه محل نطق الشارع به، ومفهوم لأنه في محل سكت الشارع عنه. طب لما يجي مثلا الشارع يقول لي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في سائمة الغنم زكاة، في سائمة الغنم زكاة، أو في الغنم إن كانت سائمة فكل 40 منها شاة، قيد الشارع وجوب الزكاة في الغنم لكونها سائمة. سائمة أي ترعى بلا كلفة، تأكل من الكلى وتشرب من المياه بلا كلفة، لا ينفق عليها شيء ولا ينفق عليها شيء. فهنا الوجوب مقيد بكونها سائمة، وهذا ما نطق الشارع به. نطق الشارع بوجوب الزكاة في محل وهو كون الزكاة أو المواشي سائمة. طيب إلا تكن سائمة، يعني هي معلوفة، عندي حظيرة، عندي مزرعة وربي فيها بعض الأغنام وهي كثيرة، هذه سائمة وهذه غير سائمة. هنا الزكاة مقيدة بشرط، انتفى الشرط انتفى المشروط. طيب ما نطق الشارع به وجوب الزكاة إن كانت سائمة. طب وما وإذا كانت معروفة لم يتكلم الشارع عنها، يسميها محل مسكوت فيه. هل له حكم؟ نعم. يوافق المنطوق؟ لا. خالفه ليه؟ لانتفاء شرط أو قيد كان في المنطوق غير موجود في المسكوت. فلما هنا أتجد إن الشرط هنا كان الصوم وهو غير موجود في المعلوفة، يبقى الحكم الذي كان في الصوم سيخالف الحكم الذي كان سيكون في المعروف، فنقول انه لا زكاة رؤوس في المعلوفة، بينما الزكاة في السائمة زكاة رؤوس. الشيخ يقول رحمه الله: بخلاف المفهوم فإن دلالة اللفظ عليه في محل السكوت لا في محل النطق كما سيأتي. الصفحة اللي قصادها على طول هيتكلم عن دلالة المفهوم. طيب يبقى نتكلم عن الدلالة اللفظية اللي هي دلالة المنطوق. يقول الشيخ رحمه الله: وهو أي اللفظ الدال في محل النطق إن أفاد ما أي معنى، أي أفاد معنى لا يحتمل أي اللفظ غيره أي غير ذلك المعنى، كزيد في نحو جاء زيد، فإنه مفيد للذات المشخصة من غير احتمال لغيرها، فنص أي فيسمى أي يسمى به. هنا الشيخ بدأ يتكلم عن تقسيم الألفاظ باعتبار دلالتها على المعنى. بعد ما عرفنا يعني دلالة منطوق قال ننتقل بقى لجزئية تانية. هذا اللفظ الذي يدل على معنى بيدل على معنى لا يحتمل غيره يتطرق إليه احتمال، ولا يدل على معنى قد يتطرق إليه احتمال؟ قال لي بص، اللفظ ده الدال في محل النطق إن أفاد معنى لا يحتمل غيره، يعني أفاد معنى لا احتمال لشيء آخر معه، كزيد في نحو جاء زيد، يقول لك حضر زيد، ماذا يحتمل؟ هو زيد، لا يحتمل آخر، هو الجملة لا تفيد إلا حضور زيد فقط. قال: هذا اللفظ يسمى نص. ومن هنا نقدر نقول أن النص هو ما لا يحتمل غيره، واللفظ الذي يفيد معنى لا احتمال لغيره معه. هياتي معايا بعد اسطر قليله ان كلمه نص اصطلاح تختلف بحسب الموضع الذي هي فيه. ففي باب الادله الشرعيه اذا اطلق النص هو يقابل الاجماع والقياس، لكن النص من الكتاب والسنه، يبقى النص هناك دليل، وسياتي هذا بعد قليل. هنا في باب الالفاظ مصطلح النص يخالف مصطلح النص في الأدلة. مصطلح النص في باب الألفاظ هو اللفظ الذي يفيد معنى لا يحتمل غيره،
طب ان احتمل غيره احتمالا مرجوحا، يعني هو يفيد معنى ظاهر واضح ويفيد غيره معنى مرجوح يسمى اسم ثاني خاص. قال او افاد ما يحتمل بدله معنى مرجوحا كالاسد في نحو رايت اليوم الاسد، فانه مفيد للحيوان المفترس محتمل للرجل الشجاع، وهو معنى مرجوح لانه معنى مجازي والاول حقيقي فظاهر اي يسمى به، يسمى ظاهر. يعني ايه؟ بيقول عندي لفظ اسد، الاسد اذا اطلق لما تسمع كلمه الاسد ينصرف الذهن مباشره الى الحيوان المفترس اللي هو بيفترس وياكل لحوم الميت. طيب لكن احنا عندنا اصطلاح ان الرجل القوي الشجاع الذي لا يخاف شيئا نسميه الاسد، هل ده اصطلاح مجازي؟ لا، كلمه مجازيه. اخذنا من وجه الشبه بينهم وهي القوه والشجاعه والاقدام ووصفناه بصفات الحيوان، هو لو يعرف انه حيوان مش هيقول لك مش هيوافق، بس هو خد الصفه ما خدش الحقيقه يعني. فعندي بيقول لي طيب اذا قلت رايت اليوم الاسد اين سيصرف الذهن؟ الى المعنى الحقيقي. طيب هل يحتمل المعنى المجازي؟ نعم يحتمل. ما الذي يعين المعنى المجازي؟ القرينة. رأيت اليوم أسد في الكلية، الكلية دي حديقة حيوانات، الكلية ده مكان العلم في طلاب، يبقى أنت أكيد تقصد رجل قوي شجاع كالأسد. يبقى كلمة في الكلية قرينة صارفة لللفظ عن معناها الحقيقي إلى المعنى المجازي. طب إن لم تجد القرينة وأنا جاي النهاردة في الطريق رأيت أسدا يا شباب، تحتمل المعنى الحقيقي احتمالا راجحا وتحتمل المعنى المجازي احتمالا مرجوحا. عشان عندي احتمالين فيسمى في المعنى الحقيقي، يقول لك هذا مع لفظ، هذه الجمله نسميها من باب الالفاظ الظاهره مش النص. ليه ظاهره؟ لان فيها احتمالين والقوي عندك هو المعنى الحقيقي يسمى ظاهر. يبقى اللفظ كلمه الظاهر هو اللفظ الذي يحتمل معنيين فيحمل على الراجح منهما دون المرجوح. طب امال النص لفظ لا يحتمل الا معنى واحد. يبقى في فرق بين كلمه نص وكلمه ظاهر. طيب لو المعنيين دول متساويين عندي ما فيش راجح ومرجوح. انا عندي لو ما فيش معنى خالص بمعنى واحد بسميه نص. طب في معنيين، في معنى راجح ومعنى مرجوح بنسميه ظاهر. طب لو كانوا متساويين بقى مش قادر انجح واحد على الثاني. قال اما المحتمل لمعنى مساو للاخر كالجون في نحو ثوب زيد جون، ثوب زيد جون او في ثوب زيد جون. يعني ايه كلمه جون؟ بتطلق في لغه العرب ويراد بها البياض والسواد من الفاظ لها معاني متضاده. كلمه جون لفظ عربي بيطلق ويراد به معنيان متضادان الابيض والاسود. فبيقول لك ايه؟ ثوب زيد جون. يعني هو ابيض ولا اسود؟ الله يحتمل ابيض ويحتمل اسود. طب انت ترجح الابيض ولا الاسود؟ قال الاثنين قد بعض. يعني هو معنى واحد ولا اثنين؟ لا معنيين. في بينهم راجح ومرجوح؟ لا. معنيان متساويان؟ نعم. يبقى ده ايه؟ قال يبقى ده مجمل. مجمل لا تتضح دلالته. قال أما المحتمل بمعنى مساو للآخر كالجون في نحو ثوب زيد جون فإنه محتمل لمعنييه أي الأسود والأبيض على السواء، ولأني ما عنديش مرجح فيسمى مجمل، مجملا يسمى مجملا وسيأتي هي في باب الإجمال إيه والبيان. يبقى عندي يعني الآن التقسيمة ثلاثية، تقسيم اللفظ باعتبار دلالته على معنى إما أن يكون نصا أو ظاهرا أو مجمل. نص إن كان لا يحتمل إلا معنى واحد، ظاهر إن كان يحتمل معنيين وفي أحدهما أرجح من الآخر، مجمل إن كان يحتمل معنيين متساويين لا سبيل لترجيح واحد على. وانتبه يا إخوان هذه تقسيمة وتسمية للسادة الشافعية، لأن السادة الحنفية
وهنا لما بقول الشافعيه نقصد بهم طريقه الشافعيه مش الفقه المشافي المتكلمين يعني. السادة الحنفية هذه الأسماء لها معان أخر عند الحنفية. كلمة نص تغير كلمة نص عند الشافعية، كلمة ظاهر تغير كلمة ظاهر عند الشافعية، كلمة مجمل تغير كلمة مجمل عند الشافعية. تمام، انتبه ان الكتاب غير حنفي، فالاصطلاحات فيه عشان لو حد معانا حنفي قاعد ما يعترضش عليه، الاصطلاح هنا ماشي على طريقة غير الحنفية. طيب دي التقسيمه الاولانيه. الشيخ بس بيديني اشاره كده اللي احنا قلنا عليها، يقول واعلم ان النص يقال، يعني ده اصطلاح بيطلق على اكثر من شيء، واعلم ان النص يقال او واحد لما لا يحتمل تاويلا كما هنا اللي احنا ذكرنا من شويه، اللفظ الذي له معنى واحد لا يتطرق اليه احتمال اخر. طيب ادي معنى، ويطلق ايضا ولما يحتمله احتمالا مرجوحا وهو بمعنى الظاهر، كأنه بيقول ان الظاهر والنص على هذا التفسير الثاني بمعنى واحد. واللي قال الكلام ده الامام القرافي في كتابه شرح توقيح الفصول ذكر الكلام ده، ان النص يطلق على ما يحتمل معنيين في احدهما راجح ومرجوح. خلاها عامل زي الظاهر بالظبط، والشيخ حكى الحوار وخلاص. والاحتمال الثالث قال ولما دل على معنى كيف كان، كل ما يفيد معنى لفظ يفيد معنى بس نص. وطبعا كلام فتح باب كبير خالص، ان اي لفظ يديني معنى بس نص. طيب والاحتمال الاطلاق الرابع ولدليل من كتاب او سنه كما سياتي في القياس. يبقى عندي النص له اربع اطلاقات، في معنيين منهم واضحين جدا ومعنيين مختلفين فيهم. المعنى واضح جدا ان كان في باب الادله هو الدليل من الكتاب والسنه، ده اسمه النص. في باب الالفاظ النص هو اللفظ الذي له معنى واحد لا يحتمل غيره، دول معنيين واضحين جدا للنص. الامام القرافي الشيخ نقل عنه ان في كمان اطلاقين لللفظ ودول محل خلاف. الاطلاق الاول جعل النص والظاهر بمعنى واحد، اللفظ الذي له معنيان احدهما راجح والاخر مرجوح. والاطلاق الثاني ان اللفظ ان النص هو اللفظ الذي له معنى ايا كان، وده طبعا مش كلام يعني. طيب خلصت التقسيمه والاطلاقات بتاعتها، هينتقل الشيخ معانا لتقسيم اخر. كان التقسيم اللي فات تقسيم اللفظ باعتبار دلالته على معنى الى نص وظاهر ومجمل. طب هنا يقسمه باعتبار هو مفرد ولا مركب، الافراد والتركيب. قال ثم اللفظ ينقسم باعتبار اخر الى مركب ومفرد. طب جت منين التقسيمه دي؟ قال لانه ان دل جزءه الذي به تركيبه على جزء معناه فمركب، سواء بقى كان تركيبا اسناديا كزيد قائم، او اضافيا كغلام زيد، او تقييديا كالحيوان الناطق. ايه الجمله دي؟ معناها ايه؟ بيقول ان دل جزءه ان اللفظ ده هو كان المفروض يعكسها، يبدا بتعريف المفرد ثم يجي بعد كده تعريف ايه؟ المركب. يقول لي ايه اللفظ المركب ده؟ يقول لي ما دل جزءه على جزء معناه. يعني ايه دل جزءه على جزء معناه؟ يعني مركب، يعني في لفظين او الفاظ جنب بعض ركبناهم جنب بعض، فكل جملة كل لفظ بيديني معنى في الجملة دي، بحيث انك لو فصلته عنها مش هيديني نفس المعنى اللي انت عاوزه، مش هيديني نفس المعنى ده، هيديني معنى بس مش المعنى اللي انا عاوزه في الجملة، مش المعنى اللي انا عايزه في الجملة. فلما بقول مثلا كلمة زيد لوحدها كده ما معناها؟ علم على ذات مشخصة معروفة بهذا الاسم بس، لا يشتري غيره معها في هذا التسمية او في هذه الذات، خلاص. لكن لو حطيت زيدي في جمله قلت غلام زيد او زيد مجتهد او زيد قائم، اصبح في معنى ثاني خالص جه للجمله دي، نسبه القيام الى زيد. فلما اجي ابص لها زيد المشخصه وصفت بالقيام، يبقى وجودها في الجمله اداني معنى مرتبط بالجمله، ما دل جزءه على جزء المعنى الذي تركب منه الجمله دي. يبقى المركب دائما اللفظ المركب هي عبارة عن جملة تفيد معنى
مستفاد من الأجزاء التي تركبت منها هذه الجملة. وبعدين الثاني بقى بيقول لي انتبه، هذا التركيب أنواع، تركيب إسنادي والجملة المركبة تركيب إسنادي ذاتي في الجمل الإسمية وفي الجمل الفعلية. فلما يقول لي زيد قائم، جملة مركبة من اسمين، زيد اسم وقائم اسم، وقد تكون مركبة من اسم وفعل، بس في الجملة الإسنادية اللي بتفيد معنى تام. يعني أي مركب إسنادي هنا بيديني معنى تام. لو أنا بكلمك قلت لك الحمد لله الشيخ جالس، خلاص المعنى تام. محتاج حاجة تاني؟ حصل ليك معنى؟ يعني حصل لك إفادة في الجملة الشيخ تكلم بيها؟ محمد قائم، الجملة المركبة دي من كلمتين أفادت معنى تام، ده اسمه مركب إسنادي. في عندي حاجة تانية هو الشيخ ذكرها، قال تركيبا إسناديا كزيد قائم أو إضافيا كغلام زيد. غلام زيد التركيب الإضافي معناه إن فيه مضاف ومضاف إليه، لا يفيد بذاته معنى وإنما يحتاج إلى غيره لإفادة معنى. غلام لوحدها وزيد لوحدها دي أجزاء تفيد معاني. كلمة غلام معناها إيه؟ صبي صغير دون البلوغ لوحدها كده. زيد شخص زاد على علم على زاد اسمه زيد، تم جنب بعض أن هذا غلام لزيد ابنه أو عبده. طيب أنا خدت معنى، ماله بقى غلامه زيد ماله؟ عاوز حاجة تانية عشان الجملة تبقى تمام. المركب الإضافي لا يستقل بنفسه في إفادة معنى، يحتاج دايما حاجة إيه؟ غلامه زيد ماله؟ نائم مجتهد قائم جالس حر عبد ماله؟ لازم يبقى في حاجة مكملة، بس اسمه مركب، لفظ إيه؟ مركب. في عندي حاجة بيقول فيها قال أو تقييديا كالحيوان الناطق. المركب التقييدي هو جملة مركبة من اسمين أو زي الحيوان الناطق، أو من اسم وفعل زي الذي يكتب. بس عشان يسميه مركب تقييدي بيقول فيها إيه؟ يكون الثاني الكلمة الثانية قيدا في الأول ويقوم مقامهما لفظ مفرد. المركب التقييدي الشيخ شمس الدين الأصفهاني في بيان مختصر على ابن الحاجب عرفه بإيه؟ يقول لك المركب التقييدي هو مركب من اسمين أو اسم وفعل، الثاني منهما قيد في الأول، قيد في الأول، ويعبر عنهما، يعني ممكن نشيل هما الاثنين ونحط مكانهم لفظ مفرد يفيد هذا المعنى. الشيخ ذكر معايا مثال، قال كالحيوان الناطق، حيوان اسم، ناطق اسم، حيوان بقيد الناطق، حيوان مقيد بأنه ناطق، ممكن نشيلها كلها ونحط مكانها كلمة ايه؟ إنسان. فلو حطينا كلمة إنسان لفظ مفرد دل على هذه الجملة المركبة التي كان الثاني فيها قيدا للأول. لو الشيخ مثلا هناك بمثال قال الذي يكتب، مين اللي بيكتب؟ الكاتب. الذي اسم موصول، يكتب فعل. لو حطيناها كده صار الذي يا كلمة يكتب قيد في هذا الاسم الموصول، لو شلناه وحطينا الكاتب صار لفظ مفرد عبر عن هذه الجملة ايه؟ المركبة. الشيخ بقى بيقول لي هنا ايه؟ يقول لي المركب سواء كان تركيبا إسناديا يستقل بنفسه في إفادة المعنى كزيد قائم، أو تركيبا إضافيا لا يستقل بنفسه كغلام زيد، أو تركيبا تقييديا كحيوان ناطق، هذا المركب هو الذي يدل جزءه على جزء معنى. ده معنى كلمة ايه؟ مركب. قال ثم اللفظ ينقسم باعتبار آخر إلى مركب ومفرد، لأنه إن دل جزءه الذي به تركيب أحد الكلمات اللي ركب منها الجملة على جزء معناه المركب، لما تاخد الجملة كده وتطلع منها معنى هتجد إن الألفاظ دي مؤثرة في هذا المعنى.
خد بقى التام تركيبا اسناديا كزيد قائم او اضافيا كغلام زيد او تقييديا كالحيوان الناطق، ده كله اسمه ايه؟ مركب. طب والا، قال والا اي وان لم يدل جزءه على جزء معناه. لو جينا بقى بصينا، لا لو خدنا الجزء الكلمه دي مش هيديني معنى، او خدنا جزء الجمله دي مش هيديني معنى، ده بنسميه مفرد. اداني تحتها انواع بقى. المفرد ده تحته ايه؟ قال وان لم يدل جزءه على جزء معناه. خد عندك واحد بألا يكون له، بألا يكون له جزء اصلا. همزة الاستفهام، همزة الاستفهام مكونة من ايه؟ هي جزء واحد. ده لفظ مفرد ملوش اجزاء اصلا. ادي واحد. او يكون له جزء غير دال على معنى كزيد. زيد لفظ مركب من ايه؟ من حرف الزاي، حرف الياء، حرف الدال. الحروف نفسها مش مسمى، مش اسماء الحروف. في حاجه اسمها المسمى وحاجه اسمها الاسم. لو انا قلت لك الاسم هتقول لي ازاي؟ الف لام حرف الزاي والالف والياء. الياء ده اسمها اسم الحرف. اسماء الحروف دي داخله في باب حروف المعاني، وهذه تفيد معاني عند علماء. اما المسمى نفسه اللي هو رسم حرف الزاي او الياء او الدال، الرسم ده اسمه مسمى. هذا المسمى جزء. لو قلت لك اكتب لي زايد كده، لو احنا بنعلم الاطفال الحروف كتابه، كان في مره عندي بنوته زنطوطه كده من طرفه برضه يعني، بس حقيقيه. كان في كي جي 1 او كي جي 2. فالابله في المحاضرات بتديها الحروف. بعدين بعد مرحله ثانيه تشبكوا الحروف ونطقها. فاول يوم ادتها حرف الالف، واحد عليه همزه. وصفحة كاملة تكتب حرف الألف. تاني يوم حرف الباء. طبعا تحته حتة لحمة. لما البنت كده. جاية بابا هناكل طبق تحته لحمة. باء. أول يوم حرف الألف، تاني يوم حرف الباء. هذه أجزاء. ركبي منها بقى كلمة ألف باء يعني أب. جابت إيه؟ كلمة مركبة من حرفين. فالشيخ هنا بيقول لي إن كانت الكلمة مركبة من أجزاء، هذا الجزء لا يدل على هذا المعنى. لو خدت الالف لوحدها تفيد اب، لو خدنا الباء لوحدها تفيد اب. لا، الاجزاء ان لم تدل على معنى المركب يبقى اسمها مفرد، لكن ان كانت الاجزاء تدل على المعنى المركب يبقى اسمها مركب. خلاص. فالبنت جت اول يوم قول يا بابا ورايا الف باء يعني باء. انا اقول اب، تقول لي لا ده بتقول غلط اسمها باء. قلبت الحروف زي دايز كده. علمها من يوم. طيب قال او يكون له جزء غير دال على معنى كزيد، او قسم الثالث او النوع الثالث، او دال على معنى غير جزء، غير جزء معناه كعبد الله علم، او دال على معنى غير جزء معناه كعبد الله علما. يعني ايه عبد الله علما؟ عبد الله ده لفظ مركب تركيب اضافي من عبد، لفظ عبد ولفظ الجلال، وهو مركب تركيب اضافي ويفيد معنى العبوديه لله سبحانه وتعالى. فلما تفصلها عن بعضها عبد والله علم على الذات الالهيه سبحانه وجل في علاه، يبقى لما تضيفهم على بعض يبقى انت وصفته بالعبوديه لله سبحانه وتعالى. خلاص ده مركب. طب تعالى خليه اسم الشخص، عبد السلام، عبد الله، عبد الرحمن، علم، وليس مركب اضافي. لما يبقى مركب على انه علم لا يفيد هذا المعنى الذي كان به مركبا اضافيا. لما تيجي تفصلها عبد السلام لوحدها كده مش هيديك نفس كلمه معنى عبد الله لما تخليها مركب اضافي. المركب الاضافي هيديك معنى لا يتحقق في المركب ان كان اسم علم. اسم العلم مش معناه الثاني، مش المعنى الاضافي ده. فبيقول لو كان يدل اللفظ على معنى لكن مش هو المعنى اللي في الجمله المركبه يبقى برضه اسمه ايه؟ مفرد. لانه لو كان هو المعنى في الجزء المركب يبقى اسمه مركب. يبقى المفرد ما ليس بمركب.
بس ما ليس مركب كم نوع؟ ثلاثه انواع. ما لا جزء له اصلا كحرف الهمزه، ما له اجزاء لا تفيد معناه كحرف كحروف كلمه زي، ما له اجزاء لها معان لا تفيد المعنى المركب زي عبد الله على من. ده الثلاثه دول اسمهم ايه؟ مفرد. فالمال المركب ما دل جزءه على جزء معناه المركب، يبقى تميز ده عن ده. يقول الشيخ رحمه الله: وقدم على تعريفه تعريف المركب، يعني بعد ما عرف المركب عرف المفرد، وكان المفروض انه يعرف المركب المفرد الاول بعدين يعرف مين المركب. لا، هو بيقول الشيخ، انتبه، يعني هو جاب المفرد في الاخر والمركب في الاول. قال: وقدم على تعريفه، الضمير يعود لاخر المذكور، واخر المذكور عندي هو المفرد. قال: وقدم على تعريفه تعريف المركب. ليه؟ قال: لان التقابل بينهما تقابل العدم والملكة، والأعدام إنما تعرف بملكاتها. تقابل العدم والملكة ده مصطلح منطقي، حتى ده اسمه منطق هنا، عارفوا يعني ايه تقابل العدم والملكة؟ تقابل العدم والملكة هو عبارة عن شيئين أحدهم إثبات والآخر نفي، بس بشرط أن يكون مما من شأنه هذا الأمر، عشان يفرق بينه وبين النقيدين، لأن النقيدين برضه تقابل إثبات ونفي. زي بالظبط هذا أو هذا الشخص رجل ولا رجل، ذكر ولا ذكر، ده نقيدين. طب ما هو برضه العدم والملكة برضه هقول ذكر ولا ذكر، طب إيه الفرق بين العدم والملكة والنقيدين؟ قال لك العدم والملكة هيزيد شرط أن يكون من شأنه أن يصف ذلك كالعلم. العلم ما ينفعش أقول في الحيوان أجيب مسح موضوع هذا ليس بعالم، غلط. ولكن أقول في الإنسان عالم ولا عالم، ده اسمه عدم ملكة. ولذلك خطاه البيت الشعر المشهور اللي هو قال: ماء الحكيم يوما نصف الدار مركبه، فصاحبي جاهل وجاهل مركبه، وأنا فجاهلي بسيط وصاحب جاهل مركبه. قال: أن الحمار ما ينفعش يصف بالجاهل ولا بالعلم. ظلمنا الحمار. طيب احسنت، بارك الله فيكم. طب هنعيد كلام اخوكم عشان الناس اللي ما سمعوش. كان السؤال، الشيخ بيقول هنا: التقابل بين المفرد والمركب تقابل العدم والملكه، والاعدام انما تعرف بملكاتها. فلما اقول ان ده اصطلاح منطقي، العدم والملكه ده اصطلاح منطقي، ايه معناهم؟ علماء المنطق بيقولوا ان الالفاظ المتقابله او المتقابلات دي اربع انواع. في تقابل المتناقضين، وتقابل الضدين، وتقابل العدم والملكة، وتقابل المتضايفان. تقابل النقيضين ده تقابل بين أمران أحدهما وجودي والآخر عدم، لو أخونا قال فيها اسمك إيه النهاردة؟ قلت له محمد برضه؟ عبد الستار. قال الشيخ عبد الستار قال إن التقابل بين النقيضين ده تقابل الوجود والعدم. متحرك غير متحرك، قائم غير قائم، أبيض غير أبيض، وجود وعدم. بس ده وجود وعدم لشخص واحد أو لشيء واحد، العدم عائد على ذات الموجود. لما أقول هذا الإنسان متحرك أو غير متحرك، يبقى غير متحرك له هو أو متحرك له هو، يعني الشخص واحد. طيب العدم والملكة دي معناها إيه؟ معناها إن أمرين أحدهم موجود برضه بس الآخر عدم، يعني إثبات ونفي. بس عدم مش من الموجود، ده عدم لشيء اخر من شانه ان يكون هذا الموجود موجودا فيه. بيدي مثال ليها بايه؟ بالعمى والبصر او الحياه والموت. الابصار او البصر ده ملكه موجود، العمى عدم للبصر، عدم للبصر. طيب علشان اقول هنا، عشان اقول عدم واقول ان العمى ده عدم، قال لما اصفه اصف به موردا قائما يستحق ان يوصف بذلك او قابل ان يوصف بذلك. فاقول مثلا ايه؟ الانسان ده مبصر، يبقى انا اعرف الانسان الغير المبصر ازاي؟ عرفت لاني وصفت احدهم بالملك. طيب الاخر اللي لم توجد فيه الملكه دي وجد فيها ضدها اللي هو العدم بتاعها، يبقى تقابل الاعدام تعرف بالملكات.
انا عايز اعرف العمل، ولما انت لو كنت مفتح كنت عرفت. مش هقدر اعرف العمل يعني ايه لما اعرف المقابل بتاعها اللي هو البصر يعني إيه؟ طيب هل يصح ان انا اصف الحجر بالعمل زي ما الشيخ قال؟ هل يصح ان انا اصف الحمار بالعلم او بالجهل؟ لان المحل نفسه غير قابل لهذه الصفه، فلا يسمى عدما الا ان كان المورد الذي يوصف به قابلا لان يوصف به. فدايما تقابل الملكه والعدم لا يسمى تقابل ملكه وعدم الا اذا كان المحل قابلا لان يوصف بهذه الصفه. وهو بيقول لي هنا مثلا